التاسع عشر من أكتوبر من عام 1856 للميلاد، يوم حزين، حزين جدا. السلطان الإمبراطور سعيد بن سلطان يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في عرض البحر، وكأن الأقدار تقول هنا أفضل، بعيدا عن مسقط وبعيدا عن زنجبار. لن يرمى الجثمان في البحر، وإنما يغسل ويكفن ويحفظ ليرقد في زنجبار أمام بيوته وبين أسرته ورعيته في الجزء الإفريقي. هذا اليوم له ما بعده. مسقط وزنجبار ستتباعدان، والأخوان سينفصلان، فكانينغ الذي يزعجه أن يرى إمبراطورية أخرى هنا، يرى أن ثويني يستقل بمسقط وتوابعها، وماجد يستقل بزنجبار وتوابعها، على أن يدفع لأخيه تعويضا سنويا يسمى معونة زنجبار، ليخفف من وطأة الخسارة الفادحة على عمان. وستبقى هذه المعونة ورقة ضغط يلعب بها الضامن في الأحداث السياسية إلى وقت طويل. هكذا حسم الأمر بعد سعيد بن سلطان، لتصبح عمان وزنجبار سلطنتين، ولكنهما تبقيان في كنف ذرية الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي. السياسة قد تفصل الجغرافيا، ولكنها لا تفصل الشعوب. إذن ثويني بن سعيد سلطانا على عمان التي ولد فيها، وماجد بن سعيد سلطانا على زنجبار التي ولد فيها. وبعدها لم يلتقيا أبدا أبدا.